لو انت بتشوف الفيديوهات دي كده قدامك وبتعدي قدامها كده وبتفتح اي فيديو مثلا زي الفيديو ده مثلا، Please don't. وعايز ان انت تحمل الفيديو ده عندك على الموبايل، كل اللي عليك انك هتدوس على الثلاث نقط اللي تحت على اليمين دي، تدوس اهي وتروح تعمل كوبي لينك او نسخ الرابط، كوبي لينك اهو. وبعد كده هنروح على جوجل كروم وهنكتب سناب سيف، سناب سيف سيف دوت اب اهو. هنيجي نفتح سناب سيف دوت اب، كل علينا ان احنا هندوس دوسة طويلة كده في المربع الفاضي ده، هندوس كلمة بيست او لاسك وداونلود اهو، بيقعد اهو يجيب لك الداونلود، يقول لك انت عايز تنزله بانهي صيغة. كل عليك ان مثلا ممكن انا انزله بصيغة 360، 360 ده بيبقى او 480، 360 او 480 اهو، دايس 360 اهو، وراح دايس كلوز اهو. الفيديو اهو بيقول لك داونلود فيديو، هنروح دايسين كلمة داونلود اهو، الفيديو اهو نزل اهو اهو، هنروح دايسين كلمة اوبن، الفيديو اهو نزل. Please don't be ugly. Please. Oh my God. تمام كده. وبعد كده هنخش على، هنلاقيه في الاستوديو بتاعنا اهو. Please don't. Oh my God. وهو نفس الفيديو اللي على الفيسبوك. Be ugly. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.